بجميع الحضور. طبعا اليوم احنا في جلسه شوركم العاشر وهي الاخيره تعتبر في هذه السنه. الجهات الحره هي تحمل سيف الحريه والحريه تصنع الاستدامه. قبل كنا نتهم فيه اننا متعصبين، وهذا كنا نسمعه في 2010. عمان احنا نسوقها ان هي الدوله الصديقه للبرمجيات الحره ومفتوحه المصدر. اللي نطمح له الحين حتى من هذه الجلسه التمكين. هي ايضا فيها مسائل سياديه، فعندما انا مثلا اشتري درون مغلق، سيستم مغلق، فهذا الدرون هذا ما يخدم البلد، هذا الدرون ممكن يخدم البلد ويخدم بلد ثاني، وانا ما عملت انتجريشن. البرمجيات هذا اتاح لنا نستخدم برامج عديده في البلاتفورم، يعني في المنصه، واعطتها قوه غير عن البرامج الثانيه اللي هي مغلوقات المصدر. سلطنه وقعت اتفاقيه تجاره حره مع امريكا، وهذه الاتفاقيه جعلت يعني قانون الملكيه الفكريه بشكل عام في عمان يحمي جميع انواع يعني الحقوق. قانون الملكيه الصناعيه في عمان اللي هو يحمي براءات الاختراع ممكن ان يحمي التطبيقات. المؤسسة حسب احتياجاتها بإمكانها تتبنى مثل هذه البرمجيات الحرة مفتوحة لتسليم مصدر. هل هناك نية لتغيير ذلك إلى نفس النسق مع الاتحاد الأوروبي مثلا؟ أو أنه الاتفاقيات اللي بتجي تحكم عليك أنه تستمر في هذا النهج؟ بالفعل ممكن نظريا أنه شخص يعني يسجل، لكن فعليا ما صارت، وعلى حسب علمي ما في أي توجه لتغيير هذا المادة. دكتور رياض، حقيقة يعجبني القانون، لكن أنا يعجبني أيضا القانون الذي يبيح. ما القانون الذي يغلق؟ لما سألكم سؤال من اللي يستخدم الأوبن سورس، ترى الجميع يستخدم، بس يمكن انتم ما عارفين يعني هذا الأمر. يعني في جزئيات داخل اي او اس هي برمجيات حرة ومفتوحة المصدر. ليش ما يكون تعليم برمجيات من يوم ما يكون يؤسس في المدارس؟ مثل ما ذكرت، إذا أردت أن تحدث تغيير فأحدثهم في التعليم. نشكر كل المؤسسات اللي شاركتنا، نشكر كل الأشخاص اللي شاركوا معنا خلال الفترة الماضية، وهي كذلك دعوة لمشاركتنا في المستقبل بإذن الله تعالى في مثل هذه الجلسات.